هلو جايز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد، فلوج جديد. ما عرفتش شنو غادي يكون في هذا الفلوج. المهم بعد هذا الفران هذا، البنات قالوا صافي علاش حطيتيه تما، كنت حاطاه لتحت. هذا البنات حطيته تما على وديت، كيكون لتحت كيمشي ليه غالي، وشي مره كيكون شاعل. اللهم اختي تما وانا نحطو لتحت، وشي مره كيكون شاعل ولدي ما نشوفوش يمشي ليه، فعليته الفوق. المهم هنايا جبت كفيته جامده وقطيبات، غادي نخليهم تيتسلقوا على خاطرهم. اليوم فطرنا معطلين، لكن انا دابا جاني الجوع. درت في الفران طاغلياتيل ديال الكفته، درتها اختي ودرت عليها فرماج من الفوق وصافي. من بعد غادي نمشي نلبس ونتماكيا، على ودي غنمشيو عند شي ناس كيجيبوا العمار، دونك غنمشيو نشوفوهم. و المهم هانتوما معايا تمشيو فين اختي. عرفتوا دخلت ضربت حميمه اختي، شعري نصفي دابا باقي فازك، ودرت ليها هاد السفنجه هادي كتكون هكا خفيفه، شفتوها كتعجبني تكون هكا خفيفه باش كيتروا لها هكا غير خفيف. تهليت في البشره ديالي مزيان اختي، درت ليها كوماج وديك الشيء وديك الشيء، صافي اختي. المهم داك الشيء كله كيشقشق كيبقبق كيشقشق. دابا غادي نتغدى، كنت عوله نتغدى برا ولكن اختي الشمس وديك الشمس تتعكزك ما تقدريش تخرجي فيها، فريمون غير حسن العمل اللي تخدم برا. شي نتغدى وندوز ندير ماكياج، نقدر ندير ميكاب معاكم. البنات نوريكم الطريقه ديالي كندير شعري، راه ديجا كنقولها لكم. فاش تخرجي من الحمام يكون شعرك فازك، نشفيه شويه، نشفيه شويه بالسيشوار، غير شويه ماشي بزاف، ومن بعد ديري ليه سفنجه خفيفه. الا كنتي باغا دوك لي بوكل المجهدين زيري السفنجه مزيان وجمعيها، كنتي باغاهم خفافين ديريها بحالي. ها انتم شوفوا كي كندير ليه غير خفيف، انا عزيز عليا بحال هكا. ها انتم شفتوا البنات، ها انتم بلا بابيليز، بلا ما نحرقوه، بلا حتى شي حاجه. هانت اختي انا عزيز عليا غير بحال هكا، كيجي غير ويفي، كيجيو دي بوكل خفافين. عاد راه ما خليتوش بزاف، راه حليت باش نوريكم، فهمتوا؟ كيجيو البنات دي بوكل خفاف، كيجيو غير من التحت. فوالا هاد الطريقه هادي كنستخدمها انا بزاف بزاف، سورتو في الصيف. فاش ما كنبغيش نطلقش عليها كاليس كنستخدمها بزاف كيف ما قلت لكم، وزوينه افيكاس وما كتحرقش اختي شعرك. واختي ديريها هادو كتجي فنه، هادو كتجي رائعه. غادي نعاود نجمع الشعيري دابا لحقاش اصلا غير غادي نجلس ناكل، دونك مكيلاش مكيلاش نا. هانتو شفتو كي كندير ليه هكا 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 هكا، حتى هاد الاخر كنجمعو صافي، كنجمع السفنجه. السفنجه ما كنزيرش عليها لاستيك، فهمتوا؟ فكبيده دابا باش ما نكثرش عليكم، باش ما نطولش عليكم. بغيت نجاوب واحد البنيته قالت لي صفاء ما تقيش ديري الماكياج بزاف، راه غتخرجي على وجهك وهذا وهذا وهذا. حبيبتي انا راه معروفه عليا اني ما كنديرش الماكياج، يعني انا قليل امتى كنخرج بالماكياج. الا كنت غادا هكا عند شي ناس، اولا الا كانت شي خريجه سبيسيال. انا دابا علاش غندير؟ ماشي لحقاش غادا عند الناس، لحقاش غادي نخرج انا وعمر من مور ما نرجعو من عند الناس، فهمتوا؟ هادشي علاش انا غادي ندير الماكياج وغندير شي حاجه خفيفه. انا ما عزيزش عليا الماكياج، كنت شحال هادي رجعتو الفيديوهات القدام شحال ديك كان حماق على الماكياج، ما كنتش نقدر نخرج بلا بيه، ما كنتش نقدر نصور بلا بيه، عرفتو؟ راه فريمون كان ادمان عندي. ما دابا اختي ما انت، وبالنسبه للبشره ديالي راني ما لاقيه فيها حتى شي مشكل تبارك الله ما شاء الله. انت يا اختي مع هاد الحبيبه هنا وهنا هي اللي خرجت ليا جو بونس ديال ديك لا بيريود. صافي اختي انا لابو ديالي تبارك الله زوينه، وكنعتني فيها وكنتهلا فيها، وفهمتي يعني ما تحتاج انك تقولي لي ديك النصيحه، لان فريمون راه باين فيا انني كنعتني براسي. شوفوا لي زامي، انا بغيت نلبس هاد الكسيوه هادي، كنت خديتها في لانيفرسير ديال غالي ولبستها غير مره وحده. هاد الطبيعات اللي كتشوفوا راه غير الماء، لحقاش هادي كتطلق الماء. ميرسي عمر، شكرا. حتى هنا واقيلا خاصها ياك. خصك تجري معايا، خصك تجري باش هي خصها هاكا. انا نمشي ناكل في الجوع عمر، نمشي ناكل. عرفتوا البنات شنو كندير في اللازان؟ لازان طاكلياتيل. هنايا دايره ديك لاصوص اللي كتكون في النودلز الكوريه، انا كباها هنايا لحقاش ما كنقدرش نكبها كي كامله. انا غادي
هادي كتكون في وسط الساشي ديال النودلز الكورية. انا كنكب منها غير شويه صافي وكنخبع حتى باقي في هادي حتى كتسال فهمتي. عطو الزيده واحد لوغو فيها خطير الزيده بزاف اختي. غادي ناكل باش ما نقاد راسي راني تعطلت الصراحه بسم الله. عرفتو شنو حاطه حدايا؟ هادي حاره كتقتل والهريسه. مبقيتش كنبغي نشرب مرادة بزاف وخا هاد الصيف هذا هاد الحرارة كتبرد غير المرادة، ولكن تنقول الماء ما بلاش معنا. بالنسبة للكسيوة ها هي، شوفو كيفاش كتجي. راه حبناها و شفتو كتجي ناضية هادي ويديها ما طوالهاش. عمر عقلتي على هاد الكسوه واش يديها كانوا طوال ولا قصار؟ ياه كانوا هكا هكا اه كانوا غير نص هكا ولا اه قصارت شي شويه لحقاش. المهم انا كيما قلت لكم هادو الكساوي ديال مروه اون فوا كيتصبنوا كيقصروا. اجي اختي دابا باش نديرو ميك اب. نديرو مكياج خفيف خفيف صراحة ما في ما ندير ما نكذبش عليكم سورتو كانني يلا خارجه من هذا الحمام بلا تمشي اختي نجيب بوندو ديالي. دابا اختي غادي نديرو مكياج نسي ندير هذا هكا باش ما يطب عليش البوندو في شعري هي خفيف. اوكي شوفوا فين كان لحقاش غالي ناعس في البيت الا قرقت غير شويه غادي يفعل وحنا ما ماشي في صالحنا انه يفك دابا. المهم بالنسبه للفونديشن سو يا اما غادي ندير هذا يا اما غادي ندير هذا. انا هادو هما لي فوندو تاني كنستخدم زعما من عادتي كنستخدم ديال فيت مي ميبلين كيوافقني. ولحقاش ما عنديش زعما شي حاجه ما خاصنيش انا شي فوندو مثلا غالي او بحال دابا هذا كنشريه ب 120 120 على حسب 119 شي مره كيكون في البروموسيون كناخذو 100 درهم على حسب فهمتوا على حسب البرومو واش كاينه ولا ما كاينش. واش ما كتكونش البرومو كتاخديه بديك الى طار كاع 130 الى بقيت عاقله صافي. سينو كما قلت لكم انايا ما يصلحش ليا فون دو تان زعما ديال شي ماركه 400 درهم ولا هذا ولا هذا لحقاش ما عنديش شي حاجه اللي غنغطي في وجهي واش فهمتي بلي ما يتغطى. علاش اختي غادي نشريه؟ فكنظن غادي ندير هذا على وديت هذا ديال البشره الدهنيه ولكن فاش كنديرو اختي كيزيد ليا يلا فهمت سته هو ديال البشره الدهنيه كيفاش كنديرو كيزيد لي. غادي نخلطو الفونديشن ديالنا خصون ايوا كيبقاتو كيبقى وليداتكم لبس عليهم نتوما لبس عليكم هانتوما. وغادي يا ربي ما نوسخش كسوتي لانني كنصوب المكياج وانا لابسه مقادة فوالا. كتري اختي كتري كل ما تكتري كل ما تحلوي. مفيكسيتش حجباني نخليهم حتى التاني ماشي مشكل. انا الفون دو طون كنخدمو هكا بهاد الطريقة كندير البانس وكنبقى نطابوطي مزيان ونوصلو لي باغتي لي انا باغا عاد كندير البيوتي بلاندر. صراحه باغا ناخذ ميك اب من شي كلام في شيئين باغا ناخذ ميك اب. المهم انا يلاه دوزت واحد لا كوموند عند واحد البنيته غادي نشوف التعامل ديالها يعني واش توصلني هكا في الوقت ما تعطلش بزاف ما غيكون حتى شي مشكل هذا هذا. من بعد الا كانت مزيانه انا غادي نبارطاجيها معاكم وفي نفس الوقت انا البنت اللي كناخذ من عندها حابسه مازال ما بداتش من العيد وهي حابسه دونك الا كانت الخدمه ديالها مزيانه وهذا انا خدمنا عندها مكياج ديال شي كلام نجربوا الميك اب ديال شي كلام شي كلام. هادي راه ديال شي كلام بيوتي بلندر صراحه عادي. عرفتو كنفكر انني نقطع شعري كنفكر نقطع وفي نفس الوقت انا ما صاخياش انا ما كاينش والله ما صاخياش بيه ما عرفتش تنقول صافي خليه راه قطعت منه راكم شفتوا اخر مره فاش مشيت صيبت شعري راني قطعت منه زعما ماشي الخير والبركه حيت
ولكن ما بغاش انا انكوب هكا ويبقى شعر طويل، بغا هكا. توحشتها توحشت 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 ديك الله اكبر كبيره ديك لاكوب. يسالي الاذن ونرجع لكم كملوا. عندي هاد لاباليت ديال ميك اب ريفولوسيون. عرفتوا البنات انا راه عندي مكياج بزاف ولكن ما كنشاركوش معكم، اغلبيه كنشارك معكم نفس الميك اب اللي كندير، لحقاش هذاك هو المكياج اللي كندير فهمتي. ما كنجربش هاد لاباليت وهاد لاباليت، واخا عندي هكا عندي بزاف بحال دابا هادي ديال ميك اب ريفولوسيون كنت كنخدم بها شحال هادي زوينه. ها هي هادي ديال الكونتور وداكشي، هادي كنت خديتها فاش كنت كنخدم الناس الميك اب، حيتاش كنت خدمت جوج مرات لواحد العريسات، جوج عريسات ما كنبغيش نشد العروسه بزاف، جوج المرات خدمت لواحد العريسات و هانتو وتباقي لي زانفيتي وداكشي. كنت كنخدم ميك اب كانوا كيديبلاصاو عندي، وقيلا شي مره وحده اللي ديبلاصات ولكن ديبلاصات عند السيده كنعرفها، اما زعما هكا شي حد ما كنعرفوش ما كنتش كنديبلاصا. وان فوا كتحبسي الخدمه ديال الماكياج ما كتبقايش تخدميها بزاف حتى على وجهك. انا راه كنت كل ليله تخيلوا كل ليله دايره شي لوك في وجهي، كل ليله دايره شي كارثه في وجهي. اون فوا كتحبسي ما كتبقايش تخدميه بزاف، نيفي غنخدمو بكونتور ستيك هكا. اون فوا كتحبسي ما كتبقايش تخدميه بزاف صافي كيتنسالك، بحال اي حاجه، اي حاجه كتحبسي عليها ما كتبقايش ديريها بزاف ما كتبقايش يديك مطلوقه فيها بحال فهمتوا بحال شحال هادي. هنايا كنطابوطي النويف لان هاد النويف خاصو يصغر صافي. وغادي نقادو الكونتور اللي درنا هنايا ديال هاد الجبيهة اختي، هنايا هذا انا عزيز عليا الكونتور داكشي زي الكونتوري. فوالا بالنسبه لونتيسيغ نديرو هادو، ولكن ما عنديش بانسو، ما عنديش بانسو نقي لي نخدم بيه لونتيسيغ نديرو هانتو ماختو. نشوفو هادي اوبلا، هدا غيجي مفتوح عليا ولكن في نفس الوقت باغا نجربو، فغيمون باغا نجربو نشوف كيفاش كيجي. هو غيجيني انا مفتوح مزيان بحال انا نعطيو ليك لا لهاد لابارت. واه الا عجبني غنبقى نخدم بيه، قلت الصراحه ما عجبنيش ما نشوف صراحه ما كاين محسن من هذا. انا جادور هذا ديال فيتمي ميفلين كان حماق عليه غزال، حتى ديال طارت غزال، ديال طارت عاوتاني تغطيه كبيره فهمتوا. هذا ديال فيتمي شي حاجه خفيفه ولكن جا طاق التغطيه ديالو كثيره بزاف. شوفوا البنات زوين الصراحه حبيتو، كيعطيك واخا درت غير شويه، نتوما درت غير شويه كيعطي لك على هاد لابارتي هادي صراحه زوين. تنفكر نجمع لكم عاوتاني حيت عندي دي تروك ميك اب اللي مازال ما كنخدمش بيهم، دي تروك جدادين عندي شي وحدين مستخدمين هكا غير شي استخدام واحد ولا جوج. فكيف ما عارفين البنات انا كن هكا من وقيته لوقيته كنجمعهم وكنشوف شي بنيته اللي محتاجه، وما كندير لا كيف اواي لا تكوني اختي شروط باش نعطيك الحاجه خص الشروط حتى تكوني متابعاني هنا وهنا 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 وهنا. انا كنعطي في سبيل الله وصافي فهمتوا، كنعطي في سبيل الله. دابا اختي غادي نديرو لا بودغ ليبغ. انا فاش نجمع لكم الماكياج غير نتوما خليكم على القص في لي فيديو فهمتوا، باش فاش غنجمع غنقول لكم في شي فيديو، غنقول لكم البنات راني جمعت الباك تواصلوا معايا في الانستغرام فهمتوا. لا بودغ ليبغ دابا هذا اختي مكياج خفيف ظريف وخفيف لزيطه بزاف
باش نوسخ حواجي. غادي نبدا نحيد لا بودغ باش ما تلصقش عليا بزاف. احسن برونز عندي هو هذا اختي، لان غزالي تلا غنولي ناخذو ديال ميك اب ريفولوسيون لا ريفيرونس صحار و ميمكنش هاد القديم هذا هو كان كونطوري. عرفتو شحال غزال؟ انا كنحماق على الكونطور، زوين الصراحه كيرد الوجه زوين. ندير شويه هنايا هانتو فهاد البيزه فاش تكوني مزروبه ديري هاد القضيه هادي. شتا هانتو شوفوا هادي فيها والو، راه باينه فيها والو. شوفوا هادي كتشدي البانسو كتبزطي بحال هكا وخدمي اختي على راسك. هاد لاستوس هادي كنديرها ديما فاش تنكون هكا مزروبه وكدا كنديرها كتعجبني. ايوا غنبقاو مبزطين او غنكونطوغيو النيف ديالنا. برافو عليا. بلاش 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 ليكيد، بلاش ليكيد. اكتيفيو البسيسامة باش كيطلعو لنا الحناك اختي كيتزنقو الفوق. وكندير شويه فهاد العظيم هذا، ما عرفتش اش كندير تما ولكن المهم كتعجبني ندير تما كذا. وكندير فهاد لازون هادي هاد الدويرات هادو كنبقى نقص شي شويه. صافي اختي شبينا نديرو دروك النيت، بينا نديرو الماسكارا البنات. بالنسبه للماسكارا ديالي كنستخدم انا، ولكن قبل من الماسكارا ضروري غندير شي لوين هكا ولو تا خفيف فوق عينيا. خدمنا بالكونتور دونك بغيت ندير شي حاجه جونغ فحال الهايلايت فوق عيني، فهمتوا؟ واختي علاش لا ما عرفتش ماشي نقادو بعدا هاد البرونز اللي درنا استامبيوه مزيان. شتو غادي ندير اختي نديرو الهايلايت، صافي ما نخدموش بهذا الالوان، نديرو الهايلايت هنايا باش يعطينا هكا ديك ديك الرؤية زوينة في العين. صافي باش ما نبانوش مكترين ديجا، واخا حنا راه حنا مكترين ولكن خصناش نبان مكترين. نقصو شويه بصبعنا. اوكي دابا غادي ندوزو الماسكارا، بعد غنقدرو ندوزو الماسكارا. هادي اختي تقربت سالا ليا عاد زيانت، هادي ديال اسونس تقربت سالا عاد عجبتني. في الاول كانت كتخرج بزاف ما نكذبش عليكم، في الاول كانت كتخرج ليا بزاف وكتعجل العينين، ولكن دابا فاش بدات كتنقص حبيتها. اختي نخدم ماسكارا ونرجع ليك باش ما تشدش ليا الوقت. لاستوس اللي كنقول لكم ديما هي كناخذ قلم وكندير له هكا وكنطلع الشفيراتي للفوق. هاد لاستوس هادي نفعتني لحقاش كتطلع الشفره بزاف هنايا كذلك. اوكي فيكساتور ديال الحجبان من اسونس، هذا كتفيكسيو به حتى البيبي هير. فوالا انا حجباني غير كنشطهم صافي، يعني ما كندير لهمش داك لي في ديال اشنو سميتو شي حاجه برو ليفت واقيلا ولا ما عرفت ياكو برو ليفت واقيلا، كندير لهم بحال هكا يعني كنشطهم كيجيو زغبه زغبه مقادين صافي. شنو باقي لينا البنات؟ باقي لنا الفم.
غادي ندير هكا. انا حياتي كامله وانا كنت راسي في امي، من نهار عرساسي كندير المكياج ما كنعرفش ناكر بلا ما نتراسي في امي. دابا راه ولات طوندونس عاوتاني هاد تراسيغ مارون داكشي. شحال هاديك كنديرها كانوا كيضحكوا عليا البنات يقولوا لي مازال عايشه في التسعينات والسبعينات وداكشي، لكن راه ماشي كيستيون ديال مازال عايشه. انا ما كان النوع ديال الناس اللي ما تنديرهاش في الستيل، تندير داكشي اللي انا كنرتاح فيه، فهمتي؟ لا في الباسي ولا في اي حاجه، انا كنديرها في راحتي. ما كنديرش في هذه خرجت ستيل، هذه خرجت ستيل، هذه خرجت ستيل. كنرتاح في شي حاجه كنديرها، واللي ما بغانا تاع ما عينو. نزيد شويه هذا باش يعطيني شويه اللون. ناخذ اختي هاد البانصو هذا ادخل الترترات والبربرات. هذا مكياج خفيف، مين جاتو خفيف؟ وي الصراحة ما كذبتيش، مين جاتو خفيفة؟ ويلي ايوا اختي المكياج الثقيل راه كتكون فيه لي لونتي شفار الايلاينر الفون دو تان بزاف الاي شادو شحال من حاجه. هذا كيتسمى خفيف حيتاش اش فيه فون دو تان بودغ العيبات. انا هي نخاف من الحشم، هي انا وكنطرطق عيني. صافي اختي ما نطرق عليا من هنا كاع، هادشي غير مزروبه وشوف شنو درت. صافي خصني نتسنى الماسكارا تنشف باش عاد نمسح داكشي اللي دارت ليا الفوق. داكشي اللي كدير لي الماسكارا هنايا كنرجعو بحال خطيط كحل. شي حاجه ما تضيع، شي حاجه ما تضيع. نديرو هادي باش الا كانت شي حاجه ديال الماسكارا طايحه ولا كانت شي حاجه كثيره كنخففوها. البنات نغني لكم واحد اللحن ولا عرفتوا ديال من كتبوا لي في الكومنتات. ودير حبيبي ودي الغزيري هو الصيام ما ديش تعرف. اوكي سالينا الميك اب ديالنا، قول لي كيجيكم. صراحه هاد البوندو كيعجبني، غير هما ما كيجيوش للخروج. كنشوف شي بنات خارجين بهم قسما بالله الا كيخرجوا بهم، ولكن انا بو مو تجيني غير ديال الدار هكا جون سكين كير الدار تكون جالسة ولا هكا، اما باش تشدي وتخرجي بيه تجيني شويه فهمتو. هذا كبير كبير بزاف، يبان راسك كبير بزاف. فوالا صراحه ما كرهتش ندير شي بوندو، ولكن ما عنديش بوندو، خاصني نشري بوندو في البلون، خاصني بوندو بلون باش نقلبسو هكا مع هاد لي كولور بحال هكا هكا، خاصو بوندو بيض لحقاش كحل ما غاديش يجي. صافي هذا ما كان اختي، كنبغيكم بزاف. ودابا اشنو غادي يطرا؟ غادي نلبس لولدي حيتاش قالك عمر نديه معانا. انا كنت غنخليه عند لوستي وحده ما غاديش نمشي، كنت غنخليه معاه ولكن قالك عمر نديه معانا. سو غادي نلبس ولدي، غادي نقاد ليه السويك ديالو هذا، وانا غادي نلبس نضالتي ولا سباط، نضال ولا سباط وسويك وغادي نمشيو. وحتى نرجع من عند الناس ديال عمر حيت كيما قلت لكم غادي عند حباب عمر حتى نرجع، وعاد نصور لكم العشيه ديالنا شنو غادي نديرو فيها. على الله ما نتعطلوش عند الناس باش نمشي. اختي خصني ضروري نمشي نتقدا وخصني نمشي نضرب دوار، خصني نشوف الكسيوات اللي جاو جداد اللي تيشات وداكشي داكشي داكشي. شوفوا على الوينه، شوفوا الكواليس، شوفوا فين دايره التليفون لحقاش يلاه دومونديت واحد تريبي. عندي رينغلايت في تريبي بيان سور، عندي رينغلايت بروفيسيونيل ما كنخدمش بزاف. هذا يلاه دومونديت تريبي ماشي ان تيوصلني وعاد نبارطاجي معكم. شوفوا شوفوا على الروينه، فوالا شوفوا الروينه ديالي اختي يا صفاء. فاش درت ديك الفلوق اللي قبل من هذا درت ديك المشاطه، قلتوا لي صفاء كيجيو معاك مشاطات زوينين بقيت ديريهم. راه في يامات ليسي كنت ديما كندير مشاطه البنات، كنت ديما كندير مشاطات. المهم دابا فرقت في الوسط ونجرب عاوتاني. كندير هكا الضفره ديال جوج ولكن كنرجع للور، فهمتوا؟ الضفره ديال جوج وكنرجع للور. هذا ما جمعتوش، هذا خصو يتجمع مع هذا.
وكنرجع للور هكا فهمتوا، كنجبد هكا شعري حيت انا شعري ديجا دغيا كيتطلق، وكنبقى ندير هكا فهمتوا. صافي من بعد كندور، شتو فهمتوا كيفاش البنات هكا. دابا غادي نجمع هادي بالمقبطات باش نشراهم ليا عمر مسكين. اوكي عمر حبيبه خليني على ما نسالي هاد اجي ميرسي. فوالا هانتوما بحال هكا شتو. دابا غادي نزيدو الثانيه، غتكون نفس القياس د هنا فهمتوا، نفس القياس هكا هكا صافي. وندفع هادشي اللور وغنخدمو عاوتاني هادي. ديما انا جهه كتجيني ساهله على جهه، كنقسم على جوج. كنتي كتعرفي ديري بالضفره، ديري بالضفره، انا ما كنعرفش ندير بالضفره البنات. كنقسمو على جوج هادو هانتوما هكا، وكترجعي اللور. شوفوا العرق، ماشي العرق، راديو دو غندرتو وطلق ليا تماك. ولكن ديجا هانتوما شوف جايين مزيانين. دابا المقبطات ديالنا ديال الباتشا، انا ما كيشدوش ليا مقابط هادو بزاف، هاد الفيلات كيشدوش ليا بزاف. دونك دابا شنو غادي نمشي، راه مازال ما ساليتش المشطه ديالي، شنو غادي نمشي نجيب. هادي شتها مرخيه، اه هادي مرخيه البنات. كيف ما قلت لكم غادي نمشي نجيب المقيطات. شوفوا هذه كي جات من هنايا، لا لا خاصها تكون مسرحه صراحه. غنمشي نجيب ماشي مقيطه، دوك لاستيكات ديال البلاستيك عرفتوا ملي كيكونوا كيتجبدوا غنجيبهم ونجيب. وغادي نجمع بهم هاد جوج اللعيبات اللي درت، واخا نهز مع شعر واحد اخر ماشي مشكل. فهمتوا هنايا صافي، غير هكا هي خفيفه، هي باش يبقاو مشدودين ليا هاد الكرينات، باش يبقاو شادين في راسهم، ما يطيحوش ليا. دابا رانا لهادو اختي، هادو دي بيبي هير اللي خاصهم يهبطوا. سو باش غادي يهبطوا غادي ندير لهم جويله. نستخدم الشيطه تاع عمر. سكتوا سكتوا ما تقولوا هالوش، سكتوا راه غادي يقتلني. خصني شي بلاصه فين نكب بصراحه. صافي نهز غير شي شويه وغادي نخدم هاد لي بيبي هير هادو. ما بغيتش نخدمهم داك الفيكساتور ديال اسانس لحقاش، عرفتوا هذاك وي 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 ماشي كيفيكسي هذاك يا اختي. قلت حتى نقاد بعد هكا عاد نرجع ندير دي روتوش بهذاك، حيت هذاك اختي ما معاهش اللعب، خص الحاجه تكون مقاده وكتفيكسها في البلاصه. صافي هاد الفريقه هنايا شنو غادي ندير، اللعيبه هادي وغادي نديرها هنايا. هنايا راه عندي شويه ديال الشيب طالع، شتو ماشي خويا، راه شويه ديال الشيب مع ديك الفريقه اللي فرقت. احنا غادي نعمروا المكان اختي بلا ما تقلقي بلا ما والو. شويه ديال الغش هانتو صافي. البنات راه كنصيب وكنشوف في المرايا اش كندير. جيت من عند الناس ديال عمر، اش غادي نقول لكم، غتشوفوني كنمسح وغتشوفوني قلت لكم اون فوا غادي نرجع، غادي نخلي ولدي مع لوستي ونخرج انا وعمر نمشيو نتقداو ونقصو في قهيوه وهذا ما كتبش. عرفتوا هاد فوق عرفتوا هادي راه طالعه في شي 4 ايام وانا كنقول هاد الجمله، وكل نهار كتخرج ليا شي حاجه قسما بالله البنات، قسما بالله الا كل نهار كتخرج ليا شي حاجه وما كان ما كنتعانش. علاش؟ لان هادي ربي اللي فهمتي، ربي ما مكتبليش صافي، ما خصنيش نمشي. ما كتعرفي اختي ربي شنو مضرق عليا في ديك المشيه، عرفتوا هادي 4 ايام والله الا يا البنات الا 4 ايام وانا اليوم غدا اليوم غدا كتخرج ليا شي حاجه هكا.
فدابا اختي كنت جالسه مع العائله ديال راجلي، حتى شويه كيجيني ابل من ماما كتقول لي راه واحد السيده من العائله ديال باباك راه توفات الله يرحمها الله يوسع عليها. صراحه كانت طيبه جدا 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 والله، كانت ظريفه بزاف بزاف، والجلسه معاها كانت زوينه، الدعوه معاها بالرحمه البنات الله يعطيكم الستر. وصافي دابا جيت اختي لداك غنمشي من تما لتما، ولكن اختي مصوبه وجهي وهذا، فما ما قدرتش حشومه، دونك جيت غادي نمسح وجهي من الماكياج وهذا وعاد نمشي. وهي هذيك مخليتها ولدي عند لوستي باش ما يبرزطنيش، وعاد نمشي هذا نهزيهم. واش غنقول لكم البنات، كتكون الحاجه ما مكتبهاش راه ما مكتبهاش. عمر شحال وانا كنقول انا وياك غنخرجوا نتقداو، منين جينا عرفتوا راه طالعه دابا في 4 ايام ولا اكثر، قسما بالله البنات منين جينا من الصفر. وحنا اليوم غدا غنتقداو، اليوم غدا غنتقداو ما كتكتبش. كنبقاو نقولوا يعني الصباحات ما نخرجوش فيهم لحقاش راكم عارفين الشمس الله اكبر كبير، ولكن اختي ما كتعرفي شنو درقات عليك هكاك. دابا الكبدات غنمشي نحيد عليا الكسيوة، غالبا غادي نلبس شي جليليبه لان حتى هادي راه ما هداش، نلبس شي جليليبه وغادي نمشي وغادي نحبس لكم لا فيديو هنايا الكبيدات. ان شاء الله حتى الفيديو الجاي، وكنبغيكم بزاف بزاف، ودعوا مع هاد السيده اللي قلت لكم بالرحمه، دعوا معها بالرحمه الله يعطيكم الستر، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.